مصر الكبيرة. أروح مع حضراتكم لحاجة تانية وبنستمر في دور مصر. السلطات المصرية بتفتح معبر رفح البري 4 أيام. السلطات المصرية قررت أن المعبر يتم فتحه ابتداء من النهاردة الأربعاء، وده حسب إعلان سفارة فلسطين هنا، وقالت في البيان بتاعها على صفحتها أن السلطات المصرية فتحت المعبر بدءا من الأربعاء لحد السبت 24 فبراير عشان سفر وعودة المواطنين من الاتجاهين. نروح بقى لحاجة تانية.